تعد مصر والهند من أبرز أركان دول العالم النامية الواعدة وغير المنحازة، وتجمع الدولتين علاقات وثيقة تفرضها السمات المشتركة للبلدين من حيث ثقلهما على الصعيدين الإقليمي والدولي. بجذور راسخة واحترام وثقة متبادلة، تجمع مصر والهند علاقات تاريخية تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين بوجه عام والقيادة السياسية لكلا البلدين على وجه الخصوص. لتتنامى العلاقات بعد الاشتراك في صياغة مواقف الدول النامية عقب التحرر من الاستعمار، وتنعكس العلاقات الثنائية بوضوح في عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية منذ إنشاء جمعية الصداقة المصرية الهندية التي تأسست عام 1952. العلاقات المشتركة شهدت تطورا كبيرا على كافة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وحرصت الدولتان على تعزيز علاقاتهما الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، وهو ما يظهر جليا في المشاورات المتواصلة التي تمت وتتم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي في عام 2016 ولقائه مع رئيس جمهورية الهند برناب مخرجي واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي مهدت الطريق لعلاقات ثنائية أكثر عمقا. محطة فاصلة أخرى شهدتها العلاقات الثنائية ترجمتها مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقيا عام 2015، ليتحدث الرئيس السيسي وقتئذ عن استشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية تضمن تكثيف التعاون بين البلدين في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين. وتأكيدا على ارتقاء العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية، وجهت الهند دعوة لمصر في ديسمبر الماضي للمشاركة في جميع اجتماعات وقمة مجموعة العشرين والتي ستتولى الهند رئاسة دورتها الحالية ولمدة عام. هنا تتحدث المواقف والأحداث لتروي قوة التاريخ الطويل بين البلدين، والذي ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات الثنائية في ظل أعمال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، والتي تعد الهند خلالها أحد الشركاء البارزين.